كابتن خطيب بالتواصل مع هذا الثلاثي المخلص جدا والواعي جدا تم الاستقرار على إطلاق رؤية الأهلي 2050. إزاي تقدر تفكر وتخطط للنادي الأهلي علشان الأجيال اللي جاية بتاعته تعيش في رغد وسعادة بطموحات كبيرة جدا تليق بحجم النادي الأهلي؟ وكابتن خطيب هنا استلهم ده، لو تذكر مرة رحلة لبايرن ميونخ، تم دراسة تجربة بايرن ميونخ، تم دراسة تجربة أكتر من نادي أجنبي، الأندية ديت عايشة إزاي؟ وأنا بس لو تأذن لي يعني شوف، النادي الأهلي رؤيته كانت من بداية هذا العقد، أيوه، لما فكر يعمل إدارة للتسويق علشان يمهد إنه يعني يستثمر في الرياضة بشكل محترف. أي دي مراحل مراحل، هو مش شغال بشكل عشوائي ابدا. أي كل مرحله بتسلم مرحله، لكن المرحله اللي حضرتك بتشرحها دي مرحله التفكير الى 30 سنه جايه. يعني انت متخيل يعني ايه اطلاق 3 شركات ولسه؟ بصوا بقى ازاي النادي الاهلي يتحول الى كيان اقتصادي ضخم. كابتن الخطيب ومجلس الاداره ما انشغلش بدورته، ما اشتغلش ان هو يراضي الاعضاء بشمسيه وكرسي ومطعم، لا، عمل كل ده، عمل طفره انشائيه في كل فروع النادي، عمل قفزه كبيره جدا، لكن جنبا الى جنب مع الانشاءات الكبيره والنهضه الرياضيه الحاصله كان استشراف المستقبل من خلال انشاء 3 شركات أو تأسيس 3 شركات كبيرة. لأول مرة نلاقي النادي الأهلي في تجربة تقريبا مش موجودة، يمكن نادي العين الإماراتي عنده شركة لكرة القدم بس لأنه ما عندوش إلا نشاط كرة القدم، لكن هتشوفوا رؤية مجلس إدارة النادي الأهلي 2050 بتبدأ بداية ب3 شركات كبيرة، 3 شركات كبيرة تحط الأهلي في مصاف الأندية الكبيرة جدا أو الكيانات الاقتصادية العملاقة. ما يبقاش الأهلي محتاج حاجة لحد، جمهور الأهلي ما يستناش صفقة من حد، محدش يضغط على الأهلي ويقول مش عارف إيه ولا إيه، لا، النادي الأهلي سيد قراره، النادي الأهلي دايما وأبدا يمتلك مقوماته، النادي الأهلي قادر على الوفاء بكل التزاماته انطلاقا من مكانته، من شعبيته، من عزة جماهيره، من حجم أعضائه، من طموحاته، من مكانته في وطنه، كل ده النادي الأهلي بينطلق منه، بينطلق من ازاي يفضل دايما وابدا النادي الاهلي هذا الكيان الوطني القوي اللي متسق مع اهداف بلده واللي بيخدم مجتمعه وبيحقق طموحات ناديه وطموحات جماهيره على افضل وارفع واقوى مستوى. فكانت ثمره هذه الجهود الكبيره اللي قلت لكم الكابتن الخطيب تواصل فيها بعد فتره طويله من الدراسه، ودي طبيعه الكابتن محمود الخطيب، يحب يدرس قوي، يحب يدقق جدا، يعني مفيش حاجة هتطلع للنور إلا إذا كانت اتدرست واتدققت قوي. مفيش كلام عن حاجة إلا إذا كانت حصلت. بالظبط. يعني محدش شعر بموضوع الوحدة الاقتصادية غير لما ابتدت وصلت إلى مرحلة التعاقد. محدش شعر بإنشاء الشركات دي إلا بعد انتهاء الدراسة واتخاذ قرار مجلس إدارة بيها. زي كل الإنشاءات والتجديدات والتطويرات اللي انتوا شايفينها، ويطلع حد يقول لك بوابة وعملوا بوابة وفتحوا بوابة. الأهلي بيشتغل في 4 أفرع دلوقتي تطوير شامل جدا، وبينشئ فرع التجمع على أحدث وأرفع مستوى. هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي بعزة قراره وبقدراته الكبيرة. كانت المرحلة الأولى تتسم في إطلاق 3 شركات مساهمة. أول شركة، ودي شركة مهمة جدا، شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية. يعني إيه شركة كرة القدم؟ عهد مجلس الإدارة إلى مجموعة من أعضاء المجلس ذوي الاختصاص، المهندس خالد مرتجي اللي بنقول له الحمد لله على السلامة من وعكة صحية، المهندس عادل رحب بيه أول ما شافه داخل، شفاه الله وعافاه الحمد لله هو وأسرته. مهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، الأستاذ طارق أنديل والأستاذ محمد الضماطي عضوي مجلس الإدارة، وأسند إليهم المجلس امبارح في اجتماع امبارح حضرتك شفتوا بعض الجوانب منه، مهمة
دراسة وضعية شركة الأهلي لكرة القدم دراسة شاملة وكاملة. بص يا سيدي، عشان الكلام كان في نوع من التشكيك، هو الأهلي عنده ميزانية مستقلة وكرة القدم بميزانيات المستقلة بتدار زي الأندية المحترفة؟ النادي الأهلي كان عامل كده، بس كان واخد جزء من الأنشطة من خلال شركة الإنتاج الإعلامي بيسوقها، ومن خلال وبيدي لهذا الكيان المنفصل ميزانيته اللي بتكفيه. ولذلك النادي الأهلي زي ما قلت لك هو النادي الوحيد تقريبا اللي خد رخصة السلامة المالية اللي تسمح له انه يشارك في البطولات بشكل ما فيهوش مجاملات. واتكلمنا كتير في هذا الامر، ولكن هل اكتفى النادي الاهلي انه يبقى الوضع كده؟ لا، كرة القدم زي ما انت قلت كلمة اصبحت صناعة، ده كلام قديم قوي. لكن كرة القدم تستطيع تملك من الخصائص التسويقية ما يجعلها رافض عملاق في الاقتصاد الخاص بالنادي الاهلي واقتصاد كرة القدم على وجه الخصوص.